ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زاخر للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صف الصف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي الواحد ما يولد وانت ويا ابن الوطن احنا بيدينا وخيرك لما تكون جاي كلمونص حياكم الله بكلمونص يا وزارة الخارجية انتوا ما تريدون تتصرفون خلوا مجلس النواب يتصرف وإذا مجلس النواب ما يتدخل بقضية خطيرة ومصيرية مثل تجاوز الجارة الشقيقة العزيزة الكويت على أرض وماء وثروات العراق الطبيعية إلا عدل من حاطيهم وعلى أقل انطوهم فرصة يقومون بواجبكم لأن ما ندري شنو سر سكوتكم عنه وتهاونكم به الكويت حفرة بير نفط بأم قصر اش تنتظرون بل وشلون راح تزوقون هذه التجاوزات هالمرة بيا خانة راح تقلوها قبل فترة من تم انتقاد الاتفاقية المبرمة بين العراق والكويت واللي قيل انه فيها تفريط واضح بأرض عراقية لدرجة تهجير عراقيين من قاعهم الى عمق البصرة الخارجية انكرت وقالت ان ذلك يجري في محرمات الحدود بين البلدين زين هسه شنو عذركم؟ بل شنو عذر الحكومة؟ بل شنو عذر الرئاسات قاطبة شلع قلع؟ بل شنو عذر كل القيادات قيادات الدولة الساكتة عن الحق؟ وانتو تدرون الساكت عن الحق شنو؟ ما نريد نجرح أكثر بالحكي وهنا احنا نعيد طرح النائب علاء الحيدري اللي قال إما أن تتحرك الخارجية ولم تفعل وإما توافق فورا على طلب تشكيل لجنة من مجلس النواب توفد للكويت لبحث المشكلة بشكل عاجل ولم تفعل أيضا أو اللجوء للخيار الثالث وهو استدعاء وزير الخارجية للبرلمان للمساءلة ومع الأسف هذا لم يحصل لحد الآن أيضا ويجوز وراء كل هاي الهوسة هم كل شيء ما يصير أهلا بكم أنا إياس الخفاجي تعالوا نروح للعناوين الكويت تحفر بئرا نفطيا في أم قصر العراقية هل الحيلة شرعية؟ بارزاني يقتل السوداني بتوطين الرواتب بمصرف التجارة تي بي آي أمريكا تهدد بتقويض برنامج حكومة السوداني فما هو السبب يا ترى؟ حياكم الله من جديد الدولة وسائل الإعلام وثيقة معنونة من رئيس وزراء أقليم كردستان مسرور برزاني للسيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد الشياع السودان يخطره إخطار ويعلمه إعلام ويخبره إخبار بأنه تم الاتفاق بين حكومة الإقليم ومصرف التي بي آي يعني مصرف التجارة العراقي على توطين رواتب الإقليم فيه باعتباره مصرف اتحادي وبارزاني عد ذلك امتثال للقرار القضائي الاتحادي بضرورة توطين الرواتب لصرفها هنا خلونا نوقف شوية لأن الحكمة من التوطين بقاء الرواتب تحت السيطرة الاتحادية يعني مو بارزاني يختار المصرف ويأخذ الفلوس ويوطنها بمزاجه لا 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 الحكومة الاتحادية تختار المصرف والراتب يستلمه وموظف كردستان يستلمه متى ما شاء من أي مكان يشاء بالعراق بطاقة مصرفية موضوع التي بي آي مو توطين مجرد تحويل أموال من الخزنة الاتحادية لخزنة الإقليم بوساطة المصرف وهذا ما واصل القرار ناهيك أنه مقدمات القرار أنه تسليم أو تسلم حكومة الإقليم قوائم كاملة بموظفي الإقليم اسم اسم يعني نفر نفر وهذا ما لم يحصل وما ندري إن كان حقيقة هذا راح يصير لو لا
وما ندري ما هو موقف السوداني من هذا الالتفاف، هل سيتماهى معه، لو راح يلتزم بالموقف الداعم للقضاء المتمسك بتنفيذ قراراته المؤيدة للواجب الدستوري بمركزية إدارة الثروات الاتحادية. بعدها نعرف، والله أعلم. هسه نروح إلى فاصل. الموروث لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي قالوا قال. حياكم الله هم من جديد يا جماعة، سمعوا هذا الجزء من البيان الغاضب لماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ضد التعديل الأخير اللي أقر البرلمان العراقي لقانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية. واضح بيه التهديد الأمريكي الخطير للعراق إذا ما تم تطبيق القانون، حيث يقول متحدث الخارجية الأمريكية يضعف هذا التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال التجارية الدولية بالفعل إلى أنه مثل هذا التمييز بالعراق راح يضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد، وأن احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي اللي تبذلها الحكومة. شوف تصريح ماثيو ميلر، بهذا التصريح خرج من جلباب الدبلوماسي وبالعامية طلع من يدومه ليهدد العراق بالنمو التجاري والاقتصادي والاستقرار الأمني والاستقرار الأمني والاستقرار الأمني، وصلت. ثم تقويض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي اللي تبذلها الحكومة، ركز على كلمة الحكومة، معناها التهديد بوجهين، عام لكل العراقيين وخاص لحكومة السوداني. يعني لو تلغون قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية لو نقوض جهودكم بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، يعني لو تصير ويانا حباب لو شنو. والحقيقة احنا ما نربط الأحداث المماثلة، لكن بقدرة قادر تتزامن ويا أمور تصير بالشارع، لأن قانون مكافحة البغاء والمثلية كان موجود بالبرلمان قبل أشهر. بالمقابل اكو لجنه يشترك بها العراق من ضمن الاتفاق الاستراتيجي ويا الولايات المتحده اسمها لجنه استراتيجيه الحد من الكراهيه. في يوم ما قبل اشهر ضغطت على رئيس الجانب العراقي بهذه اللجنه وزيره الاتصالات العراقيه للتراجع عن قرار حجب المواقع الاباحيه، ولكنها رفضت. وبالمساء تم قتل البلوجر المعروف نور بي ام الله يرحمه. ركزوا على شنو دا نقول، اترجاكم. نائب رئيس اللجنه الاستراليه او نائب رئيس اللجنه الاسترالي الجنسيه ثاني يوم من الصبح بمكتب وزيره الاتصالات يقول لها نور بي ام قتل بسببكم انتم، لان انتم غير قادرين على منع الكراهيه. وما نعرف ان كان منع الكراهيه يعني فتح المواقع الاباحيه حسب تفسيره لولا، الله اعلم. راحت أيام وجت أيام ويتزامن مقتل الشهيرة أم فهد الله يرحمها بإقرار القانون المشار إليه، ويدوخ العراق بحادثة أم فهد أكثر من دوخته بتهديد أمريكا الصريح. لكن موضوع رواد ما يسمى بالمحتوى الهابط مجرد داخل بالسياق، يعني على الماشي، مو المحور الجوهري للموضوع. إنما الأكثر وضوحا بالاستهداف الإعلامي للعراق والسياسي والفكري رفع علم المثلية كل عام على السفارات بأرض العراق ورعاية منظمات مجتمع علمي من المثليين في أربيل رغم تجريم القانون إلهم، لأن عندهم مكاتب ودعم خارجي وحماية ويحضرون مؤتمرات وشابعين سفرات، ولا تقول لي ظهور عدد من ممثلات الأفلام الإباحية العالمية اللواتي يدعين أنهن عراقيات بالسنتين الأخيرة مجرد صدفة، لأن الآن كل واحدة منهم عندها منصة إعلامية خاصة تبث على كل المواقع ليل نهار من غير الاستضافات والبرامج التلفزيونية الموجهة خصيصا للعراق
واللي تسوق للبغاء على انه ثقافه معتبره، حتى مو مجرد مهنه، بل واحيانا يتم استئجار مقدم برامج جنسيته عراقي ويقدم علنا لقاءات موسعه ويا ممثلات الافلام الاباحيه العالميه ويصيح عليهن يلا تعالن تعالن سولفن بلهجه عراقيه وقولن للعراقيين احنا نحبكم. هاي استراتيجيه الاختراق الناعم لمقدسات اجتماعيه المفروض راسخه بمجتمعنا، بس مال امريكا تهدد بعقوبات اقتصاديه وسياسيه وحدوث خلل امني لمجرد انه البرلمان عدل على قانون مكافحه البغاء والمثليه، فهاي الراد لها وقفه. نحاور ضيوفنا في هذا الموضوع بعد الفاصل. المونس لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعة فوق الساعة صفو بصفو ما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، لا تحط ايدك انت بدي بالمونس ما نحكي الواحد، انا وياك وانت وياك حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أرحب بضيفتي الخبيرة القانونية العزيزة الست إسراء الخفاجي، حياك الله. حياكم الله، أهلا بيك. وأرحب معي رحبوا معي بالسياسي المستقل عبر سكايب الأستاذ مهند الراوي، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك ويخليك، أهلا بكم ضيوف الكرام. إيه ست إسراء، شنو هذا القانون؟ ناس تسمع عنه يعني مجرد ذكرين كلمة بغاء وعذرا للمشاهدين، لكن هاي عندنا نتحدث بلغة عربية فصيحة وهاي أشياء يريدون تكون بالعراق، فخلينا نسولف عنها، فاسمحوا لنا بهذا الموضوع اليوم. البغاء والمثلية، شنو هذا القانون؟ شنو حيثياته؟ شو يريد؟ ليش انطرح الآن؟ وليش كل ما ينطرح أو يصعد إلى النقاش تصير أحداث؟ مبدئيا هو قانون البغاء والمثلية الجنسية، أو إحنا مثل ما نقول الشذوذ الجنسي، من كثر ما صارت أحداث سلبية أو شغلات بالمجتمع معيبة وصلت إلى مرحلة لازم واحد بعد ما يسكت عنها، صار تعديل على المادة باعتبار أنه فرضوا عقوبات وجرموا هذه الأفعال اللي هي المثلية الجنسية والبغاء وغيرها من الأمور وتبادل الزوجات وهذه الأمور الغير أخلاقية احنا نسميها ضد الأعراف وضد ضد الشرع والأعراف والقوانين، ضد كل شيء. طبعا فرض عقوبات، يعني هم بس تجرموا الموضوع ولا هي جرمت بس المواد القانون، يعني من ناحية المواد القانونية صارت العقوبة في حالة التحريض انه من 7 سنوات الى 15 سنة، والغرامة يحسبها القاضي حسب انه يعني اجتهاده الشخصي. يعني اليوم اذا واحد متحول او مو يدعي، هو يسلك سلوك الشذوذ الجنسي، شنو عقوبته بالقانون؟ في حالة اذا كان متعمد فالعقوبة 10 سنوات. متعمد اذا متعمد؟ لا، اكو احيانا اكو حالات مرضية، هنا هذه الحالات المرضية تكون تخضع على تقييم طبي، تقييم طبي لازم تتقيم طبيا ويتم علاجها. اكو حالات انه من الصعب علاجها، بس احنا ما نحكي على الحالات المرضيه، احنا بدنا نحكي موضوع مفتعل وموضوع متعمد مثل ما نقول. يعني اغلب الشبان هسه احنا نشوف يعني مع الاسف صاروا حتى بالمطاعم والكافيهات يقعدون انه بكل ثقه، لا يعني امام المجتمع، يعني مو موضوع انه ماكو اي تخفي بالموضوع، لا سري مو ماكو سري، يعني انه متباهين. هذا ايش قد ست اسراء، ايش قد هذا اقدر حتى اجاوب على كل الاسئله، قد تكون هي مو متبنيات الفكره بس اسمحي لي، ايش قد هذا تماشيه مع الدستور وتماشيه مع النظام الديمقراطي اللي يكفل حريه الفرد؟
فسري لي هاي اللي احيانا اكو ناس ده تصعد عليه ده تركب عليه. استاذ حريه الفرد يعني هاي الدستور هو اقرب حريه الفرد، بس يعني ليش انه حريه الفرد بس بهذا الموضوع؟ يعني هسه هاي المواضيع كلها اللي عندنا والشغلات اللي محتاجها الشعب والمجتمع بصوره عامه، هل انه صارت حريه الفرد بس من هذا الموضوع؟ مو يرجع ويقول لك، يقول لك هل العراق الان تهديد الشعب العراقي يريد يمنع بس هاي القضيه؟ ماكو الاف القوانين معطله بالبرلمان، ليش البرلمان ده يريد يناقش الا هاي القضيه؟ لأنه هذا بيها توجيه. ممكن ناس تقول لك هذا حكم ديني، حكم شرعي هو هذا من ديني، يعني المنهجيه والادلوجيه دينيه باداره الدوله. صحيح صحيح هذا ما نختلف عليه، بس بنفس الوقت انه احنا ترى عندنا العرف السائد بمجتمعنا، يعني احنا نعرف القوانين ترجع الى الاعراف، يعني بالاضافه الى انه تاخذ بنظر الاعتبار انه موضوع الشرع، يعني اغلب قوانيننا واللي هي نص عليها الدستور انه هل الدستور قوانيننا يراعي موضوع الاعراف؟ يعني هو هذا قوانيننا ترجع الى الشرع اللي هو الدين الاسلامي، باعتبار انه هو الاغلبيه بالعراق اللي 18 محافظه هو الدين الاسلامي يعني اغلبيه الشعب والمجتمع، ولكن هنا احنا من نحكي عن هذا موضوع كديانه وكدين، احنا هسه بدنا نحكي موضوع مجتمعي ايضا، يعني هذه المطالب الشعب الكثيره، واكو كثير من المواد اللي لازم اصلا تشرع ما لها اي تشريعات، حقوق طفل، تعنيف اسري وغيرها من القوانين، قانون عقوبات، اكو كثير من النصوص المفقوده لحد الان انه متاخره مثل ما نقول. خلي اروح واسمع السياسه شو تقول. حياك الله استاذ مهند. الله يخليك. تعرفني كل زين، مو ثوبي احكي بموضوع فئوي او طائفي او كذا، بس خلي احكي بالمكونات السياسيه اللي تمثل، تقول انا امثل كل اطياف المجتمع العراقي. شو بس المكون او المكون الشيعي السياسي هو اللي متبني معارضه، ويعني انا ما دا اتهم، بس بقدر ما اريد اسمع صوت اخر حتى اقول انه كل قيادات البلد رافضه هذا الموضوع. شنو موقفهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفك الكريمه، ضيفتك الكريمه ولمشاهدي قناتكم الفضائيه. يعني اولا سنتكلم بالناحيه الشرعيه. اولا نحن بلد اسلامي كما تفضلت ضيفتك الكريمة. نحن الغالبية العظمى في العراق هم من المسلمين. نعم، فيه مكونات من باقي من الإخوة المسيحيين وباقي الديانات مثل اليزيدية مثل باقي الطوائف، وأكيد لهم الأقليات لهم كل الاحترام والتقدير، ولهم أكيد حريتهم الشخصية، لكن على ألا تمس هذه الحريات، أن تمس عقيدة الناس وأخلاق الناس. الذي يهمنا هو الحفاظ على المجتمع من الرذيلة. وأنا من خلال قناتكم أحيي البرلمان العراقي حقيقة على هذا التشريع. هسه تزعل أمريكا، تزعل بريطانيا، تزعل مدري منه، وين أقدر؟ ما راح أقدر أشرع، ما راح أقدر. هذا ماثيو ميلارد يقول لك ترى أنت راح تتهدد اقتصاديا وسياسيا، يعني وأمنيا يعني سيدي الكريم. نحن في بلد، ما يهمنا هو بلدنا، اللي يريد يزعل يروح. لا راح نخسر بالحرب. راح نخسر حسب ما يقول متحدث الخارجية الأمريكية. حتى أنا دا أتكلم هذه من ناحية سيدي الكريم، أعطيني مجال حتى توضح. والله على راحتك، خذ راحتك. آسف، الله يحفظك، تفضل. يعني اليوم احنا بلد مسلم، وهذا الإسلام له ضوابط على أن لا تمس الأخلاق التي أمرنا بها ديننا. يعني جزء اليوم إحنا عند الغرب ما عندهم مشكلة بالمثلية أو ما عندهم تبادل الزوجات، لكن إحنا بلد إسلامنا ديننا يمنعنا عن هذه الأعمال الرذيلة والفاحشة. اليوم المجتمع العراقي، نعم احنا نسعى الى الديمقراطيه، لكن الديمقراطيه اللي تلائم ديننا ومذهبنا وعقيدتنا. مو انا اليوم اروح اجيب ديمقراطيه تهدد المجتمع بالتفسخ، بالانحلال، بالرذيله، بتبادل الزوجات، بهذه
هذه قريبة عن مجتمعنا. احنا بلد ذو خلفية إسلامية. وين الصوت السياسي أستاذ مهند؟ يعني يوم أنا أشوف يعني الصوت السياسي السني خافت صراحة. لا سيد الكريم، يعني بالمناسبة عندما أقر هذا القرار هذا في داخل البرلمان الجميل بالأمر، نعم هم من تبنى الفكرة هم الإخوة الشيعة أكيد لهم كل الاحترام والتقدير، لكن الكل بما فيهم حتى كل الطوائف كل القوميات كل المرحبين، وأني من خلال قناتكم وحدة من الفضائيات شفت أحد الضيوف من الإخوة في الإطار التنسيقي أشاد برسالة مهمة، وهو هذا السياسي كل الاحترام والتقدير له، دائما أنا أشاهده ينقد الإقليم ينقد الحزب الديمقراطي، أشاهد بشجاعة الرئيس مسعود البرزاني وعائلة البرزاني بتأييدهم إلى هذا القرار. سيدي الكريم اليوم إحنا اللي يهمنا أن نحافظ على مجتمعنا، نعم إحنا نريد نسعى إلى 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 دولة ديمقراطية ذات حرية، أنا اليوم أتكلم بكل حرية، لكن على أن لا تمس هذه الحريات، مو بالضروري أنا اليوم أجي والله حرية وأبيح الدعارة حشق يعني كرم السامع أبيحها بالعراق، على يا أساس أنا ديني يمنعني من هذا 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 هذه الأعمال. يعني اليوم يعني أنت تشوف المجتمع العراقي لو تجي تسوي دراسة بعد 2010، ما أرجع من 2003، بعد 2010 بدأ يأخذ منحى كبير، انتشار الرذيلة، انتشار المخدرات، شنو سببها؟ كل هذه يعني تدخل من باب يعني هم يتصورون أنها من باب الحريات، لكن هذه ليس من باب الحريات، يعني هي جزء من الحرب الناعمة، خلينا نقول القوى الناعمة اللي تمر بهذا الموضوع. أكيد أكيد أكيد. طيب خليني أرجع إلى خليني أرجع إلى الست إسراء، لكن قبل أتحدث وأنتوا اثنيناتكم تحدثتوا في موضوع الشرع، خلينا حتى نكون دقيقين كلش في الموضوع. الشرع نعم هو ضد أعرافنا، ضد شريعتنا، ضد الفطرة الإنسانية، هذا الموضوع ضد الفطرة الإنسانية هذا الشذوذ. بس بما أنه جبنا طار الشرع، الشرع قال بالقرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هاي موجودة بالشرع. الشرع يقول والقرآن يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، هاي هم قالها. فهاي رسالة للناس اللي لازمين، يعني هذا الموضوع ما يمر على الكل، أكو أشياء هواي محرمات دا تصير، بس هذا الموضوع هو ضد الفطرة الإنسانية أكثر ما هو الشرع محرمه، لكن هو ضد الفطرة الإنسانية، بدليل أنه ترامب هو من هذا المجتمع اللي داعم لهذا الموضوع، وترامب على كل علله هو رافض لهذا، يعني قد يختلف. دكتورة، ما حجم المشكلة اجتماعيا من خلال رصدكم القانوني بالمحاكم وغيرها؟ حجم المشكلة هاي؟ حجم المشكلة حجم المشكلة طبعا مبدئيا اللي ما نختلف عليه هو زيادة حالات الطلاق، يعني كثير من حالات الطلاق بسبب هذا الموضوع. بس يعني تعرف انه الأغلبية ما نقدر او الاغلبيه الزملاء بشكل سري ودائما انه هذه المواضيع تكون جلسات سريه امام القاضي. كثير من النساء طلقوا بسبب هذا الموضوع، وكثير من الرجال طلقوا نسائهم بسبب هذا الموضوع. هو زين الموضوع بنسبه وتناسب، يعني ام هو شامل بالنسبه للحالات اللي جاتكم؟ شامل بالنسبه للنساء. اكو شذوذ نسائي واكو شذوذ رجال؟ بالفعل اكو شذوذ. اكو وبكثره، يعني نسب مو قليلة، نسب مو يعني بغض النظر عن أنه يروج عنها وينحكي بيها أو لا، بس نسب مو قليلة. يعني إحنا بنحكي إذا أكو فد أيادي خفية تجمل هذا الموضوع بعقول الشباب والمراهقين، بس إحنا اللي نتفاجأ من عنده اللي يمارسون مواضيع تبادل الزوجات هم الكبار اللي هم أعمارهم أربعينات أعمار ثلاثينات أو أعمار بداية الخمسينات من الرجال. يعني هل تصير بها حالات طلاق لو لا؟ يعني شلون توصلكم؟
حالات تبادل الزوجات. تبادل الزوجات تجيكم اذا هم يعني كل مقتنع بحالة الابلاغ، يعني موضوع تبلغ زوجها لانه احنا عندنا بالقانون لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، بما انه ماكو نص قانوني يخص موضوع تبادل الزوجات، فاذا هنا لازم يا اما الزوج انه هو من يقوم بالشكوى يا اما الزوجه، لانه باعتبار باصول كتابنا لاصول المحاكمات الجزائيه انه الخيانه الزوجيه يعني اللي هي حالة زنا الزوجية لازم أحد الأزواج يقوم بالشكوى. زين إحنا بحالة تبادل الزوجات أكو اتفاق مسبق بين الزوج والزوجة، يعني أكو فت حالة من الحالات صارت بالمحكمة إنه رجل ما أخذ زوجته على أساس إنه تبادل الزوجات صاير بيناتهم، زوجته ما قبلت ترجع وياه تريد تبقى يم الشخص، وهنا صار عجب الموضوع يعني ما 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 عدا اعتراض ما لا يعني رضوى إيه؟ ترجع ويا رجلها بقت إيه؟ يم زوج وصارت مشكله على اساس على اساس المشكله انه صار اتجاه الى القضاء وشكوى جزائيه بخصوص هذا الموضوع. اي انه زوج اشتكى بهذا الموضوع على اساس انه ما رجعت انه خيانه زوجيه اللي هي على ما هو موافق، يعني هو موافق من ناحيه المبدا اي بس هو اشتكى بهذا الموضوع على الماده 377 هاي شو يسوي يا طاعه ست اسراء استاذ مو هي هاي يعني احنا صحيح يعني هو ما طاعت رجلها ورجعت وياه بس اثنيناتهم متفقين شر البليه بس هو هذا واقع الحال مع الاسف زين هذا انه بالواقع منتشر بشكل واسع اي منتشر يعني من ناحيه الشذوذ لا الشذوذ أكثر. اكثر الشذوذ صار على نطاق واسع اللي هو مثلا اعلان البنيه يعني البنيه المسترجله انه اللي سموها مثلا البوي ما اعرف شنو لها التسميه البنيه عادي صارت انه تطلع بملابس ولد وتقص شعرها وتتعامل هذه التعاملات، حتى تشوف لهجتها تخشن بصوتها وتتعامل تعاملات انه رجاليه. بالمقابل نشوف انه الاولاد لا صاروا يطولون شعرهم وصاروا انه يخلون المكياج بعد احسن حتى من النساء يعني. اكو احلى صحيح والله. شلون استاذ مهند هذا شلون طبت ان لو ما احنا مفتقدين للدعامة السياسية اللي تعمل بمنهج بناء دولة قائمة على التعليم وعلى التربية وعلى التثقيف وعلى الندوات وعلى الاهتمام بالأجيال وعلى بناء مؤسسات تربوية وبناء مؤسسة تعمل على يعني إعطاء الدين بشكل يسير، هذه كلها خلال 21 سنة الدولة أو السلطة ما فكرت بيها، شنو السبب؟ نعم احسن سؤال جيد. يعني اولا استاذنا الكريم هذه تقع على عاتق علماء الدين، يعني خلينا نتكلم بشكل مفصل قد نعم. راح يزعلون يعني ابتعاد العلماء عن بيئة الشباب وعن بيئة المجتمع، ابتعاد الناس عن الدين. يعني اكيد احنا خلينا نتفق اولا احنا اتفقنا بالبدايه انه احنا مجتمع مسلم طبعا، هذا والغالبيه العظمى في مجتمعنا هو الاسلام، قد نصل الى 98% من الشعب العراقي هم من المسلمين من الديانه المسلمه، وهذه تقع على عاتق علماء الاسلام ان يوعون الشباب وان يوعون الفتيات على انه هذه الاعمال مثل ما تفضلت دميس ضيفتك الكريمه على انه هناك بعض المسترجلات وبعض الشباب من المتخنثين يتصنعون بشكل النساء، وهذه من يعني ثق بالله يعني فشيء مقرف يعني تقشعر له الابدان يعني صعب. يعني ولد يعني عجيبه بالله العظيم، واحد يعني احنا اذا واحد تريد تهينه وتقول له انت يعني اكيد كل الاحترام والتقدير لتلك الامراه الفاضله الشفيقه هذه يا معود. هو اذا ابوه متوفي ويجي يقول له التربايه مره مو انه بعد يقول له هاي بالمجتمع موجوده كل الحب والتقدير للمراه العراقيه اكيد اللي بميت رجاله التي وطفها الجنه تحت اقدام الامهات نعم ورفقا بالقوارير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكن انا اليوم بدي اتكلم عن هاي الجزئيه التي ظهرت بعد خصوصا بعد 2010 هذه الظاهره السلبيه
المقززه والمقرفه، واحد متشبه بمره، يا اخي واحد تقول له انت مره يزعل، يا اخي انت شلون تجي تتشبه بمره؟ ومره هذه المراه التي وصفها الله باحسن الخلق زين استاذ مهند، استاذ مهند انه تتشبهين بالرجال والله ماشي العظيم. استاذ مهند خليني بس اوضح نقطه واسالك سؤال كلش مهم. انا ما اعتقد واريد ما اعرف من ضيوف الكرام، احنا دا نقول احنا مجتمع مسلم والديانه الدين الاسلامي يحرم هذا، وانا ارجع واقوله ضد الفطره الانسانيه، واعتقد واكون شبه متيقن انه لا في الدين اليهودي ولا في الدين المسيحي هذا مباح، فلذلك كل الاديان ترفض بغض النظر ولا باي عرف إيه؟ فكل الاديان ترفض سواء كنا مجتمع مسلم مجتمع مسيحي مجتمع خليط من مسيح ويهود ومسلمين، فكل الأديان السماوية ترفض لأنه ضد الفطرة الإنسانية. سؤالي هو إحنا الآن يعني نجرم سلوك، شنو يعني نجرم سلوك لفئة معينة وهم يعملون بالعراق بكل حرية، بكردستان وعندهم منظمات، يلا قل لي هاي شلون يعني هذه يعني أولا هذه بعد تشريع القوانين وبعد نفاذ القانون وبعد نشر القانون بجريدة الوقائع سيكون هذا القانون له آثار قانونية، والأخت أعتقد هي دكتورة بالقانون أكيد هذا القانون بعد أن ينشر بالجريدة الرسمية راح تكون له عقوبات، وهذه العقوبات ستردع تلك المنظمات وتردع تلك التصرفات. حلو وصلنا للقانون الدخيلة على الفطرية على الفطرة الإلهية. إذن بمجرد أن يشرع هذا القانون سيكون من يعني يعمل في هذا الموضوع هو مخالف للقانون. جريمة. طيب. يجب أن أكيد هذه. خليني أروح للقانون يعني أستاذ مهند. جريمة عفوا بس على. إيه من حقك. أكيد القانون عندما ينفذ ويكون نافذ واجب التنفيذ على باقي السلطات هي التي تنفذ إجراءات تشريع القانون الذي أقره البرلمان ونشر بالجريدة الوقائع وأصبح قانونا عليه عقوبات. نعم. طيب وصلنا القانون، أنا أريد أعرف هذا الموضوع جديد قديم جديد لو هو جديد؟ لا هو أكو عقوبات قانونية موجودة اللي تخص الخيانة الزوجية والممارسات والتحريض أو نسمي التحريض أو هم من الأعمال أو الأفعال المخلة بالحياء والآداب العامة. سؤالي أيضا يعاقب عليها القانون. أي سؤالي الآن ولم يشرع هذا القانون لأن قام موضوع تعديل قانون البغاء، أصل القانون موجود. أي موجود. شلون إحنا ندين سلوك وأنا عندي بإقليم كبير من قاع العراق تعمل هذه المنظمات بكل أريحية، هذا مو ضد القانون؟ هذه ما تعد جريمة حتى وإن لم يشرع التعديل، حتى ولا هي جريمة زنا يعني بغض النظر عن أنه زنا التحريض هذا أيضا جزء من التحريض وعليها أيضا عقوبات. التحريض عقوبته تختلف عن أنه ممارسة الشذوذ مباشرة أو أنه تبادل الزوجات، تختلف في العقوبات من جريمة إلى جريمة. أنا فيما لو ردت أعاقب وفق القانون العراقي المفروض القانون فوق الجميع، قادة البلاد هيك يقولون يعني صحيح وهم القدوة، من ممكن يتجرم؟ منو ممكن انه يشيل الدعوة مثل ما يقولون يتجرم؟ رئيس اقليم، وزير داخلية، وزير ثقافة في تلك المنطقة في هذا الإقليم. ما هي مو يعني هذه الحالات ما تصير أنه أمام العلن اتحادية لأنها يعني سامحة بهذا، حتى من أنه أكو منظمات هي هذه الحالات تصير بالسر وليس بالعلن. هذه حالات أنه الممارسات الشاذة وغيرها من الأمور المعيبة من ناحية الدين ومن ناحية المجتمع. مهرجانات تصير دكتور؟ مهرجانات تحت مسميات يعني مو بشكل علني أو بالخط العلني مثل ما نقول أي أي تحت مسميات معينة يعني مثل حفلة تنكرية مثلا حفلة إنه ما أعرف شنو يعني أسماء الحفلات يعني من هذا القبيل إنه يمارسون الموضوع بشكل سري مروج إليه وبنفس الوقت حتى يجوهم ناس أكثر يحبون الفكرة أكثر حتى إنه بالمجتمع تزيد هذه الحالات، بالتالي إنه إحنا الغرض مو انه بس الفساد، هو الفساد موجود بكل الاوقات وبكل الازمان بكل المجتمعات
ولكن كل المجتمعات يعني، بس أنا برأيي الشخصي أكو موضوع أنه هنا يستهدف موضوع النسل. أنا هسه جايج هذا ما يعني ما الهدف ها هسه يعني أكو يعني أقول لك شغلة، أغاني الأطفال هاي بدها تطلع بالإنجليزي، إذا واحد يفتهم إنجليزي صح ترجمها بيها الإعلانات بألعاب الأطفال، إعلانات بالألعاب اللي خاصة بالأطفال. يعني أكو إعلانات تجي بالألعاب اللي تخص البنية الطفلة، وأكو إعلانات تجي يعني إذا الأجهزة الذكية تعرف اللي مستخدم هذا الجهاز ولد أو بنت صح. على أساس يتروج لفد إعلانات معيبة. شنو الهدف منه هذا الضخ والحملة يعني هو وتبني شوف. هذا المشروع الهدف منه شنو؟ قلتيلي النسل، شنو النسل؟ يعني تقليل النسل، ما هو من نزيد حالات الشذوذ. شوف يعني هو عذرا على الالفاظ يعني هو الموضوع قانوني بالاضافه الى انه احنا نتحدث بلغه عربيه إيه احنا نريد انه مساعده مجتمع، نريد نوصل الى حل حتى الشباب ما يوقعون بهذا الموضوع. شوف اذا تجي كممارسات ويعني انه ترويج هذه الفكره، من المعروف انه اذا كان رجل او امراه في حاله انه صار عنده هذا الموضوع اللي هو مثلا صار شاذ جنسيا، ما يكون هناك ولادات، مو بس هيك ما راح يتقبل امراه، راح يكون خلص انه هذا توجهه وهذا ميوله، راح يصير عنده نفور من المراه، والمراه نفس الشيء، هنا ما راح يصير زواج. احنا هنا لما يصير انه موضوع المثليه كلش طبيعي والشذوذ الجنسي، انه بعد لا تستغرب اذا بعد كم سنه يشرعوا لك زواج المثليه. ليش؟ باعتبار انه هو عقوباتهم ما حد يقبل يصدقها، يعني ما حد يقبل انه هذه الاشخاص يعاقبون ممكن باعتبارها. ممكن يحللوا لك زواج المثليه ويا استاذ مهند مو منو هذا الممكن يشرع؟ من السياسي هذا الممكن يشرع، وشلون راح يلزقها؟ شلون راح يرجعها؟ هذه هم الكويت اخذت قاع وما ما يعني هذه اذا صارت ممكن تكون الحجه بانه احنا خايفين على امن العراق واستقراره ونموه الاقتصادي حرية واحترام الدستور، لان فيما لو ما طبقنا هذا الموضوع فانه امريكا ستغضب علينا والمجتمع الدولي سيغضب علينا. ممكن يفاوض السياسي ويساوم بهذه الطريقه؟ والله انا بصراحه بصراحه يعني اكيد يعني انا اثق. اولا احنا من البدايه احنا قلنا احنا مجتمع مسلم، واكيد القوى السياسيه بعض القوى السياسيه قد تميل الى بعض الافكار اللي تماهي الغرب، لكن بالعموم احنا المجتمع يعني هسه مثل ما تفضلت ضيفتك الكريمه، احنا في البدايه احنا المجتمع يتقبل هاي الفكره. نعم اكو بعض الشواذ هذه الافكار مبثت، انا وياك مبثت هاي الافكار، وهم دا يعملون على ضرب الافكار الدينيه والاخلاق الاسلاميه التي نحن نعتز بديننا وعقيدتنا وتربينا عليها. زين اليوم الهدف منا شنو؟ هل هذا يعني هذا ما يحدث انا اسميه تفكيك ممنهج، لكن طبعا شنو احنا ايش عندنا؟ احنا تفكيك ممنهج سيد استاذ مهند، اكمل سؤالي وخذ راحتك بالاجابه. نعم. احنا الان يعني بلد استود يستعيد عافيته، شنو عندنا على مود يطمع الناس بينا هيك؟ ما احنا عندنا بطاله، عندنا ارامل، عندنا ايتام، عندنا نسب طلاق عاليه، عندنا جريمه، وعندنا كثير من المشاكل، وعندنا عوز. احنا ايش عندنا على مود الناس هيك تريد مستهدفتنا؟ فسر لي اياها الله يحفظك. تمام، والله سؤال جيد جدا. يعني شوف خلينا نتكلم بشكل صريح ومفصل من الناحيه السياسيه، وبعدين اجيك من الناحيه الدينيه. بالضبط. يعني من الناحيه السياسيه، اولا خلينا نتفق على انه احنا الدين هو الدين الاسلامي دين مستهدف. نعم. وقد يكون هو وحده من اسباب تفكيك الدين الاسلامي هي عن طريق هذه الاشياء الدخيله على المجتمع العراقي. طيب. اليوم خلينا نتكلم عن امريكا. اليوم امريكا ما تجرم الدعاره
خب خب هذا كلينتون رئيس امريكا اتهم بجريمه اغتصاب هاي السكرتيره مالته. نعم تمام لولا وراح للقضاء. يعني هنا حتى هم حتى الامريكان عندهم جريمه الزنا هي جريمه. حتى من تكون جريمه بجريمه الزنا جريمه، اذا انا اليوم شلون راح اتقبلها المسلم اللي ينقذ؟ حتى اليوم احنا بطريقه تفكير الشعوب اليوم الغرب بعض عندهم هاي الحريه الشخصيه، تعرف شلون طريقه قوانينهم تختلف عن قوانيننا اللي يفرضها علينا الاسلام. اكو الاعراق القوانين اللي يفرضها عليك الاسلام. يعني حتى القانون مالنا وحتى دستورنا ما يتعارض مع نص الشريعه. يعني اليوم القانون الدستور ما ابدا ما جت ماده بالدستور العراقي تعارض الفكر الاسلام، تمام لو لا؟ كلها يعني وفق حتى قوانيننا حتى قانون 69. أعرف هو ما طول هاي القوانين تشرع إلى مجموعة بشرية عايشة في إقليم جغرافي معين. أنا قصدي أقول الهدف سيد مهند، ما ظل لي وقت أسأل عن الهدف. هذا تفكيك ومنهج واضح لبنية اجتماعية، شنو الهدف منه؟ الهدف تفكيك المجتمع للسيطرة على المجتمع. هل هذا يحدث فقط بالعراق؟ لو العراق لين مقدور عليه؟ لا 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 هو الهدف هو تفكيك المجتمع في كل الاعراق يعني كل المنطقه، لكن هم يبدون من النخبه الاضعف. اليوم احنا بلد مع احترامي لك ولبلدنا هو نقطه ضعيفه عند لا طبعا رجال الناس اللي بنت قصور وسوت ارصده بالبنوك وطبعا البلد صار ضعيف. طبعا استاذ مهند واضحه هاي ليش العراق ضعيف. اللي يتآمر على بلدك ويبيع ارضه هاي كنا نحكي نسويها الكويت لو ويا تركيا ليش؟ ويتنازلون ويسكتون ويطمون روسهم. هذا مو تآمر؟ زين هذا مو تآمر؟ خليني ارجع الى ما ظل لي وقت. ست اسراء، هاي هذول الناس اللي يطلعون بشكل علني، اكو ناس تدرين وين نلقاهم؟ نلقاهم بايفنتات في في اي بي، ذولا مدعومين من الجماعة اللي بيدهم يعني مؤثرين بالقرار، ممكن أصحاب سطوة، أصحاب سلطة، أصحاب نفوذ. شوف هو كقرار هيجي كشخص يطلع أنه مستخنف أو كبنت يعني ترى نهائيا قرار مصائب. يعني أنت مثلا يعني إحنا كنساء إذا مثلا تندق الباب ونكون بملابس بيت، ملابس بيت يعني لما تكون هي بجامعة عادية مال بيت يعني عادي ردد دش داشة مال بيت شوية نشوفها صعبة انه نطلع بيها لما تدق الباب. الرجل نفس الشيء اذا يكون مثلا لابس شورت مال البيت او مثلا يعني كيمونة او فانيلة يعني والطب عليها مرة ما يقدر يلبس، لازم ما يقدر حتى اذا دقت الباب او مثلا صار شيء بالشارع الا يلبس ويطلع. فلا تقنعني انه من الطبيعي انه شخص يطلع بهذه الهيئه وبالعلن لو ما اكو فشي داعم او فشي مقوي ويشجعه على هذا الشيء. اكو بيهم ناس تصير عندهم فلوس ثروات سريعه، اكو ناس هم تعمدوا الفلوس موجوده، هم وين الفلوس موجوده؟ يعني اكو دعم لهم طبعا، اكو داخلي دعم داخلي الله اعلم اذا خارجي، بس هم لو ما مدعومين مدعومين بشكل السبب؟ جدي شنو السبب انه ما يطلعون ويتباهون بهذا الموضوع؟ شنو سبب واحد عنده نفوذ، بعض اللي عندهم نفوذ وبعض اللي عندهم سلطه يدعم مثل هؤلاء؟ يعني يجوز هو يحبهم، ها يجوز هو يحبهم. وانا قلت لك اكو افكار انزرعت، يجوز لو هي صايره ممكن، لا هي صايره. يعني احنا هوايه شفنا على السوشيال ميديا وصارت فضائح وشخصيات سياسيه وشخصيات معروفه بهذا الموضوع، يعني هاي ما نختلف عليها كل الناس تدري بيها، بس احنا تعال انه كشخصيه مثقفه وشخصيه واصله وشخصيه سياسيه او غيرها من الشخصيات، حتى يجوز تاجر اعتيادي او استاذ جامعي او استاذ او حتى اذا شخص كاسب او امراه ربت بيت، تعال شلون نزرع هذا الفكر؟ شلون هذه الامور صارت بشكل يحببوها؟ شنو الطريقه اللي حببوها الافكار الناس وخلوهم يمشون بيها؟ نحكي عن الجروبات النسائيه بالكواليس، قلت لي هي واحده من هاي الاسباب اللي بدينا نكتشف بيها هاي الامور، اثرت على نسب الطلاق، اثرت
صحيح. حدثي المشاهد يعني حدثيني إني يعني على مواقع التواصل جروبات نسائية أكو جروبات رجالية عن طريق هذه الجروبات يعني أكثر من جروب نشوف أكو ترويج فعلي لهذه الأمور مو بس هذه الأمور أكو تطبيقات خاصة بهذا الموضوع موضوع الشذوذ سمعت ما أعرف من دا أبحث عن الموضوع ما أعرف أكو تطبيقات خاصة بس سامع أنه نسمع كقصص ايه؟ ومثلا من خلال التعليقات ايه؟ نشوف أنه الرجال كلش مكيفين على هذا الموضوع يعني وحابيه ودي يشجعون عليه بالمقابل أيضا يعني بعض النساء مع الأسف أنه نشوف هم أكو تقبل لهذا الموضوع أو عاجبها مثلا إذا واحدة تروي فتقصة هي ما تعرف هاي الشخصية منه اللي أساسا دا تروج لهذه الفكرة يحجون عن مواضيع هي أساسا مواضيع يعني شخصية وخاصة يعني لها خصوصية ما يصير ينحكي بيها أمام العلن اللي هي مثلا التصوير بين الزوج وزوج يعني هي زوجتك حلالك يمك ليش تصورها وتصورك تصوير؟ اي تصوير فيديو انه ليش يصير تصوير بيناتكم وبعدين يصير ناس تبتز ناس يعني زين هو شنو الحلو لما الوحدة احنا طبعا كل بدنا نحكي صاير هذا واقع حال هذا واقع صاير. حال دي يصير يصور ويبتز حتى اذا ما يبتز, إذا ما يبتز. إيه؟ حتى اذا يبتز بس هم يعني بعدين ورا ما صار مشاكل يتفاخر فخر بهذا الموضوع من النساء نساء ورجال نساء ورجال مو انا احكي على جروبات النساء بصفتك يعني انه شنو اللي شوفي شنو دا اسوي ويا زوجي وهيك وهيك وتفر على كل النسوان والرجال يشوف شوف زين احنا انت اذا احنا نجي على هذا الموضوع اللي هو مثلا الممارسه الزوجيه ترى هي الاجيال السابقه حتى بيبياتنا كانوا يسوون هذا الموضوع يعني وين الفخر بهذا الموضوع ما مكتشفين في شيء جديد فاذا هنا اكو صار موضوع اللي هو مو بس هوس الشهره هوس الاستعراض يعني هنا دي يصير هذا الموضوع هوس الاستعراض بهذه الامور من باب المفخره من باب مع العلم هو شيء طبيعي وعلى قولتك شيء فطري يدل على شيء يدل على انه مو بس يعني شيء. هناك هذا سياسه لتجهيل الناس بحيث يعتقدون بانه ما يفعله هو شيء مختلف وواو وشيء يجب ان عادي بديهي طبيعي انه نتداول هاي الامور بس هو تحت انه الطبيعي هذا الشيء دا يسوي انه مثل الترويج عن هذا الموضوع يعني صار بنت الكليه الموجوده بالجروب صارت تريد تجرب وبنت المتوسطه والثانويه صارت تريد والولد من يسمع هذه الامور معيبه هم يريد يجرب ويريد يشوف احنا طبيعه الانسان فطرته هو يحب انه يجرب ويشوف خاصه انه احنا كمجتمع مكبوت نسبيا او مجتمع مغلق يمشي تحت انه مسميات العيب والحرام وكل ما يصير وممنوع عنا كل شيء طبعا انه هو الموضوع الشذوذ الجنسي نشوف اغلب المناطق اللي يصير بها طبعا هو ببغداد منتشر بشكل كبير بس نشوف بالمحافظات المغلقه كل شيء يزيد هذا الموضوع ما يزيد الكبت يزيد لانه البنت ممنوع تختلط باي ناس حتى ويا اقاربها فهذه تضطر انه تمارس هذه المواضيع ويا صديقاتها باعتبار انه اهلها ما راح يشكون الرجال نفس الشيء هسه سمعك يقول لك شلون لا عاد اخليها لا يسمع. لا صحيح تادليات لا مو جنابك دا اقول اللي يسمع هسه يقول شلون اخليها هيك مباح ازرع ثقه اكيد اكيد بس هي تزرع الثقه انا وياك بس انا اريد اعقب على نقطه اذا هو انا السؤال الاخير يمك والختام يمك بس اقول لك شغله اقول لك شغله انا يهمني انه اشرع قانون للبغاء والمثليه ليش؟ حتى مو كل واحد بالشارع من يشوف يجي واحد ويقولوا له هذا ضد الشريعة الإسلامية خلص يحلل دمه فإن انقذنا هذا شو يعني هنا حتى يرجع موضوع يعني نسب لهذا الموضوع لا أنا يعني ما أقول موضوع البغاء ضروري أنا أشد يعني أشرع قانون بهاي العقوبات ولكن مو أنا أبقي بالبرلمان ليش حتى ما يصير كل واحد بالشارع يشاف شلون واحد مثلا يشوف بنيه مو محجبه مستعد انه يسحلها بالشارع وهي صايره بدول اسلاميه كثيره طبعاً. ان يكون عندنا قانون أكيد. افضل لا استاذ الياس اولا تطبيق القانون مو واجب الشعب يطبق القانون هي الدولة بس اذا ما تطبق الشعب راح يطبقه بشكل عشوائي لا 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 هذا 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 خطر على الشعب هذا اللي اقول ما يصير مدعاه لقتل نعم او الناس او مجموعات او فئات او 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 شو تسميها عصابات تروح تنفذ القانون بصفته شنو تنفذ القانون انا اليوم القانون يتنفذ جهات مختصه في تطبيق القانون القضاء يصدر اوامر وعلى الاجهزه الامنيه تطبيق القانون وبعض الاجهزه الرقابيه هي من تنفذ القانون اما هي تشرع لقانون
ويجي والله كل واحد والله هاي سافره والله هاي لابسه ملابس. احنا اصحاب تجارب، احنا اصحاب تجارب بهذا الموضوع، شفنا بهوايه من ال من ال من المحافظات العراقيه. ليش تروح بالانبار من جت العصابات الظلاميه؟ ما كانوا يقتلون الناس ويقصون اصابعهم على جيجاره؟ لان هو ما هاي هاي قوه شنية؟ قوه ارهابيه، قوه ارهابيه هاي. نعم. تصرف ارهابي. زين احكي لي التعقيب استاذ مهند، التعقيب لان الست الضيفه الكريمه قالت على انه احنا مجتمع يحب الاستعراض، يبرد شخصياته الدعايه. انا اليوم يعني والله نوبات تضحك، تقول من حق الشعب يعني والله اذا هو نائب او نائبه يتصرفون بالاعلان بطريقه يعني للاسف طريقه مو صحيحه، مو حضاريه، مو لا فضيحه. خل اذكرك بشغله، اول جلسه المجلس النواب هذا واحد من النواب توه صاعد نائب شاف وحده ورا يعني نائبه وحلوه يعني لطيفه وان شاء الله دائما تكون انسانه حلوه مصوره ما تصدق سيلفي وياخذ اياها فيديو ولا كانه ما راح تبقى 4 سنين. يعني انا في وحده من الندوات كان احد حتى اسولف لك حتى السفير البريطاني حاضر يعني كان وحده من الندوات في رمضان كان حاضر السفير البريطاني نتكلم ندوة وتكلمنا عن التراجع في الديمقراطية العراق من 2003 إلى 2024، تراجع شكل النظام السياسي والنماذج اللي تجي. يعني بالله عليك نائبة مع كل احترامنا وتقديرنا لشخوصهم، نائبة جاي تنافس البلوكر على المعرف، شنو السالفه؟ عمي انت نائبه، انت درجة وزير، انت تشرعين القوانين، انتوا جاي تسوون عجيبه بالله العظيم. لا بالعكس اكو نواب اني نائبات محترمات يمكن تفتخر بها. يمكن اليوم هؤلاء يمثلون. انا اشكرك استاذ مهند، يمكن اليوم تحدثنا بحرقه وتحدثنا بصدق لان تحدثنا مجتمع اكثر ما تحدثنا قانون مع ست اسراء، واكثر ما تحدثنا سياسه مع جنابك، وهذا يدل على شيء، يدل على انه احنا ثلاثتنا كنماذج او امثال رافضين هذا الموضوع، ولكن نريد ان يقنن بقانون حتى لا يحكمنا قانون الغاب. السياسي المستقل الاستاذ مهند الراوي، شكرا جزيلا لانضمامك لنا وتلبيتك الدعوه. الست اسراء اني جدا اشكرك. وتوقع هيك بال 30 ثانيه ايش راح يصير بهاي؟ كلما تقترب تحدث حادثه امنيه لاحد المشاهد، راح يمضي لو راح هناك يثنون من تنثني عزيمه البعض. والله بهذا الموضوع احنا ما نقدر نتنبأ، بس عسى ولعل يعني هو بكل احوال ترى هي جداً. جريمه الزنا مو بس هي انه بين يعني الازواج اللي هي الخيانه، لا هو اي شخص يمارس هذا الفعل من عامه الناس بدون عقد هو هي جريمة بحد ذاتها، جريمة ومحرم شرعا يعني، بالإضافة إلى أنه موضوع معيب ومرفوض اجتماعيا. فإحنا هنا لما إحنا نوصل مراحل جدا متقدمة إلى أنه يعني المفروض أنه هي بكل الأحوال هذه بغض النظر عنه تشريعها وتم التصديق عليها بشكل كامل ونشرها بجريدة الواقع العراقية أم لم يتم نشرها، بكل أحوال هم يعاقبون. احنا بس هي المشكله انه حتى اذا ما تحقق بالقانون تشوفه ينقتل. هو هذا اللي نقول، يعني احنا نرجع هم نقطه البدايه، يعني هسه احنا لما نتهدد من الدول انه بالامن، زين هنا ما هو هذا من ينقتل بالشارع هم باعتبار انه تهديد بالامن جاي هذا، يعني معناتها وزيره الاتصالات قايلها انتم بسبب الكراهيه. زين كحقوق انسان انا اناقشك من موضوع حقوق انسان، زين ما هو الانسان اي انسان حقه بالحياه انه يعيش حياه كريمه، وحق الانسان انه يعيش بكرامه. زين هسه احنا يعني خلينا نشوف موضوع العيش بكرامه بعدين انه نشوف موضوع الميولات الغريبه والمو طبيعيه، صح لو لا؟ الامور الـ يعني هاي ترف دخيله، دخيله وترف كمال، مو الامور الاساسيه. احنا خلينا نوفر العيش كريم، تعليم صحيح، العيش صحة بكرامه على الاقل. بالضبط. الست اسراء الخبيره القانونيه الدكتوره اسراء قفات، شكرا جزيلا لجناب، تحياتي. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، الله يحفظ هذا البلد وهذا المجتمع، وشوي نفتح عيننا على اولادنا على بناتنا على روحنا.
احنا وين وصلنا. لا تخلي الملل، لا تخلي حب اعطاء كل خصوصياتك ونشرها للعلن، اسمها خصوصيات، يعني الخاص مو العام، مو كل شيء نحكي لكل الناس. فيما لا مني ومن حسين سعدون ومن كل فريق العمل. باي باي. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زاخر للبصرة والعمارة. حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد، يجمعنا هالوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي الواحد.